ما هو تارك تيوب؟ تارك تيوب هو تطبيق لتسويق البزنس، دقيقتين بالفيديو على الأندرويد والآيفون. كيف تصنع حساباً على تارك تيوب؟ قم بتحميل تطبيق تارك تيوب عبر أب ستور أو جوجل بلاي. اضغط على سجل الآن، ثم املأ البيانات. افتح الرابط المرسل إليك عبر البريد الإلكتروني من أجل التنشيط. إن لم تتمكن من إيجاد البريد الإلكتروني، قم بالبحث عنه في خانة الرسائل المزعجة. قم بتسجيل الدخول، ثم ابدأ بنشر فيديوهاتك. كيف تنشر فيديو على تارك تيوب؟ اضغط على قسم الفيديوهات، واسمح للتطبيق باستخدام الكاميرا والصوت عندما تظهر لك شاشة تطلب ذلك. ثم اختر من تصوير، سواء كان فيديو أمامياً أو خلفياً. تحميل، وهو ملف فيديو موجود بالفعل على هاتفك. يوتيوب، عبر لصق رابط اليوتيوب. اكتب عنواناً مختصراً، اختر قسماً وفرعاً، اضغط انشر فيديو، سيراجع وسينشر. كيف تشارك الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ اضغط على كلمة مشاركة أسفل الفيديو لتتمكن من مشاركة الفيديو على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب وغيرها. ما هي نوعية الفيديوهات التي يمكن نشرها على التطبيق؟ حسب الأقسام والفروع الموجودة على التطبيق. ما هي أقصى مدة للفيديو؟ أقصى مدة للفيديو هي دقيقتين مراعاة لسرعة الإنترنت. هل هناك حد أقصى لعدد الفيديوهات التي يمكن نشرها في اليوم الواحد؟ يمكنك نشر 10 فيديوهات في اليوم الواحد. متى ينشر الفيديو بعد رفعه على التطبيق؟ بعد 15 دقيقة من رفع الفيديو. أقصى مدة لنشر الفيديو هي 8 ساعات. متى يتم نشر الفيديو بعد رفعه على التطبيق؟ غالباً ما يتم نشر الفيديو خلال 15 دقيقة بعد رفعه على التطبيق، ولكن أقصى مدة للنشر هي 8 ساعات. لماذا لا ينشر الفيديو مباشرة دون مراجعة؟ لمنع نشر الفيديوهات المخالفة.